نظر عام للمستشفى حس المسائي في سبيانا. حبيت نسأل شنو العدد الجملي متاع الإصابات اللي وصلت في مستشفى سبيانا في الحدث الأخير؟ وصلتنا 210 حالة. الحالات هذه في الأرقام اللي دارت على مواقع الاجتماعية ولا في وسائل الإعلام؟ هذه الحديث اللي موجودة عنا اللي مسجلة في الكراسة متاع الاستاجير، عنا 210 حالة. بالنسبة للإصابات على مستوى العين؟ عنا 20 حالة حولناها من تونس. الحالات الكل تحولت لتونس. المستشفى 19 في الهادي الرئيس وواحد في شرنيكور. كيفية التعامل مع المصابين معناتها خاصة في الظروف هذيك الاستعجالية، معناتها شنو هي الصعوبات اللي لقيتوها؟ فما زاد أنباء أو أخبار تتداول على أساس أنه قوات الأمن معناتها كانت توجدت لهنا، صحيح هذا ولا مش صحيح؟ كان تعطينا لمحة على كيفية التعامل مع بالنسبة لأمس، أمس خاطر الضرب الكبير هو أمس. قوات الأمن ما دخلوش في السبيطار وما جاش حتى عاون مضروب ولا مش مضروب. بون نحن هلت هلع لأن تدخل الحماية المدنية تجيب لك 20 ب 30 مع بعضهم، تبيع بتقع اكتظاظ في الاستعجالي وقسم الاستعجالي وصغير بتقع في اكتظاظ. أول أمس ما دخلوش. أول أمس ما عنديش علم حاجة. أنت تحكي معاك فما المعلومه اللي في تونس انا كنت لقيتها في مستشفى العيون يقولوا انه كان فما مشكله نتاع نقص في سياره الاسعاف، كيفاش تعاملتوا مع المشكله هذه؟ احنا طلبنا الجيران الكل برجة جندوبه الكيف معناها مشكورين بعثونا كلهم كراهب وجندو وجو بيتين هنا ومازال لحد الان موجودين هنا معناها ما عندناش حتى اشكاليه من ناحيه اي ترونسفير اللي ما بقاش 5 مينيت وتحول ديريكت لتونس. بالنسبه للشباب المضروب اللي حاب يجي يعدي من غير ما قايد اسمه كيفاش تعاملتوا معه؟ شي عادي وياخذ الدواء ويروح عادي. فهمت خاطر الحال مع عدد الحالات وصل حتى اكثر من 500 حاله راه. 500 حاله فرق. لا اللي مسجلين هنا 220، اما الحالات اللي جو اكثر حتى من 500.